الأسنان يطالبون بالزيادة في التعريفة بعد لقائهم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. نحكي في الموضوع مع دكتور عادل سميدة من عام نقابة الوطنية لأطباء الأسنان. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور. مساء النور أستاذة هدى، وشكرا لك وشكرا للسادة المستمعين. شكرا لفضلك. اليوم كان لكم لقاء مع رئيس البرلمان، الحقيقة في جملة من النقاط تحدثتوا على جملة من الإشكاليات والعوائق اللي تعترض قطاع طب الأسنان في تونس اليوم بخصوص النصوص القانونية، التشريعات اللي ربما تستحق مراجعة في الفترة هذه، ربما تخدموا بنصوص وتشريعات قديمة. ثم اليوم ارتفاع الكلفة متاع طبيب الأسنان أو مهنة طب الأسنان اليوم في حاجة إلى مراجعة أيضا. هذه ظهر لي أهم النقاط اليوم اللي تحكيتوا فيها مع رئيس البرلمان. حكينا أما التوازن، هل ثم سوء فهم في حكاية الترفيع في التعريفة؟ هذا مش يخص أطباء القطاع الخاص، أطباء العام معلوم القطاع العام، ثم القطاع العمومي، ثم تعريفة معتمدة ما تمش تحيينها من عام 2006. يجب تحيينها على خاطر سامحني، كي تلقى علاج وخلع الأسنان ومداوات، يعني التسعيرة اللي في المستشفى تتراوح ما بين 3000 و5000، سامحني مهينة حتى للطبيب. يعني أنت سامحني مجهود كبير يبذل طبيب القطاع العمومي باش يعالج سنة في الجذور نتاعها، في الاخر يعني المريض يخلص 4000 ولا 3500، ما نكذبش عليك، يعني المجهود نتاع الطبيب هذاك تم تقييمه بك الكلفه هذيك. احنا مع العلاج المجاني اللي يستحق العلاج المجاني، اما ثم الناس اللي عندها الامكانيات نتاعها متوفره، ماذا بينا وزاره الصحه تراجع المعلوم اللي باش يخلصوا المريض اللي عالج في القطاع العمومي بما يتناسب، واكلات خاطر نحن ماناش اطباء عموميين، احنا اطباء اسنان نشتغلوا على لا ميديسين داك. كل اكت عنده مجهود يقوم به الطبيب يعني في المستشفى، وكل اكت هذاك يعني اول حاجه مكلف صحيا، فهمت ولا؟ يعني انت كيما تدفع مثلا تمشي تعالج في القطاع العمومي والقطاع الخاص، تعرف روحك باش تخلص، دونك تواصل العلاج نتاعك. اما انت غاديك في المستشفى تلقى روحك دافع 2000 ولا 3000، وطبيب مسكين تلقاه يجري باش يعالج وياك كل شيء، سامحني اتعاب يعني يتعب صحيا في حاجه معلومه، والفلوس اللي باش تتعطاه مش تحط في مكتوب الطبيب، راه باش يتحسن بها حتى وضعيه العمل نتاعو داخل المستشفى. وديما نحن نقولوا المستشفى العمومي هو المرجع نتاع الصحه العموميه، كي تلقى الصحه العموميه في المستشفى لاباس، راهو قطاع الطب ولا طب الاسنان راهو لاباس عليه. يعني نحن تو حتى كي تكلمنا تكلمتوا على القطاع العمومي، فوالا القطاع العمومي لا نية لكم بالزياده في القطاع الخاص. لا القطاع الخاص عندنا التعريفة يتم الاتفاق بها، يعني مع العمادة تعطيها العمادة أولا، ثاني حاجة عندنا الطريفة ملتزمين بتطبيقها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. هذاك متفقين فيه موضوع، معناتها اليوم باش نوضحوا للراي العام، راي الزياده في القطاع الخاص، هذا في القطاع العمومي، هذا ما طلبتم به، تعتبروها يعني تكلفه والا كلفه مهينه حتى للطبيب اللي يبذل في مجهود كبير ياسر. واضح، وشكرا على التوضيح، راهو مهم جدا التوضيح، لان النقطه هذه اثارت برشا جدل اليوم الحقيقه لدى الراي العام. مش زياده، يعني نحن ماناش نحكيو بالتحيين. يعني انت عندك مقاييس في وزاره الصحه باش تحين كل اكت قداش يدفع لي. ومن 2006 لتوا تغيرت برشا حاجات الحقيقه، ما مش معقول انه تقعد بالطريقه هذه الحقيقه. من 2006 سامحني تجي باش تخلع سنه صعيبه، تلقى الطبيب لا يعني تاعد فيها وكل شيء باش تخلص انت، يعني انت حتى الاكت بحد ذاته ما اعطيتوش القيمه اللي يستاهلها. وراه قطاع طب الاسنان قطاع يعني عنده دور فعال وحياتي في صحه الانسان ككل، يعني مرتبطه بامراض القلب، مرتبطه بامراض المعده، مرتبطه بامراض العيون، مرتبطه يعني لاكافيتي الفم، عنده عده تفرعات اللي تسبب اشكاليات صحيه. يعني طب الاسنان في المنظومه الصحيه الكل مكانته كبيره برشا، هذا علاش نحبه يعني. ونحن رانا في التاكيد نتاعنا
حتى خاطر نحن نقابه راهي نقابه اصلاحيه باش تبدا تعرف احنا نجريو باش نصلحوا المضمونه للارتقاء بالمنظومه للارتقاء بقطاع طب الاسنان نجعلوا يعني ياخذ المكان نتاعو. نحن ديما نركزوا على الجانب الوطني فوالا تحبوا تصلحوا زاد المنظومه ككل. شكرا لك دكتور عادل رسمي ديفض لك من عام النقابه الوطنيه لاطباء الاسنان، شكرا على كل التوضيح انت اللي قدمتها. قال لكم رانا نطالبوا بتحيين